أهلا بكم. فلسطين ملزمة بموائمة تشريعاتها وقوانينها مع بنود اتفاقية سيداو للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بعد توقيعها عليها دون أي تحفظ يذكر، لكن موائمة قانون الأحوال الشخصية تحديدا كمن يسير في حقل من الألغام فما بين الحلال والحرام من جهة والحقوق والحريات العامة من جهة أخرى، حدث شرخ بين علماء الدين والسياسة. إلى التفاصيل. كان يضربني بأي شيء. إحنا منخاف نطرح قانون مدني بديل. أي تعارض مع ما شرعه الله لن نقبله. أن يلزمني أحد بوجهة نظره هذا لن نقبل به. كل حقوقي مهضومة بمساعدة من القانون اللي هو ظالم للمرأة الفلسطينية. هذا زي كأنه من المحظورات من القوانين اللي منخاف نمس فيها لأنه تحت حجة إن هي مبنية على الشريعة الإسلامية. وهذه الاتفاقية في بعض الجوانب منها هي مخالفة للشريعة الإسلامية، هي مخالفة للأفكار المتخلفة والتقاليد البائدة. فهل ستلتجئ فلسطين إلى تفاسير جديدة للشريعة تنسجم مع الاتفاقيات الدولية؟ أم أنها ستبقي على التفاسير السائدة حالياً؟ الشريعة فوق القانون والشريعة فوق أي التزام سياسي. هناك سمو للاتفاقيات على القانون الداخلي. لا نحن نرفض هذا رفضاً قاطعاً. أعتقد أنك لم تقابل الشخص الصح. من أراد أن يعلق مشنقته فليدخل في تحدي كهذا. من أمام المحكمة الشرعية في رام الله التقينا بهذه المواطنة التي رفضت الكشف عن نفسها لأسباب عائلية. ميم زين أكدت لنا تعرضها لصنوف مختلفة من العذاب الجسدي والنفسي قبل أن يطردها طليقها من بيت الزوجية مع أولادها وبناتها السبعة ليتزوج بامرأة أخرى. كان يضربني بأي شيء بإيده لدرجة أنه كان يكسر الكرسي يضربني برجل الكرسي. كان يضربني بأي شيء بإيده بأي شيء. كان بالكشاطة يكسرها علي. كان بأي شيء بتتخيله كان يضربني. أنا جيت على المحكمة على أساس إني أطالب بحقوق الزوجية من جوزي من طليقه. فاللي شفته بعد معاناة سنتين وأنا أطارد أو نحكي 3 سنين تقريبا إني كأني بحفر بصخر. يعني كل حقوقي مهضومة بمساعدة من القانون اللي هو ظالم للمرأة الفلسطينية. مشينا مع الضحية في الشارع العام، أي المكان الذي وجدت نفسها فيه بين ليلة وضحاها. حدثتنا عن معاناتها في النفقة وسفر بناتها ومستحقاتها بعد الطلاق، ملقية اللوم بشكل رئيس على قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976 المطبق في الضفة الغربية. وين العدالة لما البنت بتنحرم إنه أبوها يعطيها نفقة لمجرد إنها اختارت إمها؟ وين هي؟ إذا بنتي إجا طلبها حد وهي موافقة إنه ما بيوافق إنه يكتب كتابها ليش؟ وكمان القاضي بيمشي معاه إنه القانون لصالحه إنه أب هو المفروض يوقع على عقد، ما وقع خلص ما في زواج. هسا بتحكي لي عن عدالة؟ العدالة إني أنا بنيت بيتي بإيدي والكل بيشهد إني أنا بنيته بإيدي. كان هو يربط شمعة أنا كنت أربط 3، ما كنت أحوج لعامل باطون. وبالآخر وين؟ جاب واحدة سكنها مكاني قبل أنا ما أتهنى في بيتي لمجرد أنه هو رجال والقانون بحق له تجوز. حالة المواطنة ميم زين استدعت التوجه نحو خبراء قانونيين وحقوقيين، فأكدوا لنا أن جزءا كبيرا مما جرى معها لا يتعارض مع قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم الزواج والطلاق والإرث وتبعاتها وأحكامها، لكنه يتناقض تماماً مع بنود اتفاقية سيداو للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
زوجها طبعا تزوج عليها، وهذا كمان مخالف لاتفاقية سيداو. طلقها بالإرادة المنفردة، طلقها بإرادة المنفردة دون إذنها أو موافقتها، وكذلك هذا فيه معارضة لاتفاقية سيداو. اضطرت إلى رفع الكثير من القضايا القانونية على أساس أنها تحصل جزء من الحقوق اللي تقدر تحصل عليها من خلال المحاكم، وهذا يتعارض مع الاتفاقية ومع موضوع الأموال المشتركة. بيت اللي قامت ببناء طبعا بنفسها بجهدها بتعبها تم طردها منه، وحسب يعني لو بدنا نجي لاتفاقية سيداو كان المفروض يطلع لها تقريبا نصف ملكية البيت. البنات هذول كان لهم نفقة وتم قطع النفقة عنهم لأنهم ما رضوا أو اختاروا أنهم يظلوا مع والدتهم. طبعا هذا القانون حسب قانون الأحوال الشخصية اللي بتعارض في كثير من مواده مع اتفاقية سيداو، ومنها موضوع حرية الاختيار. قضية المواطنة ميم زين ليست إلا مثالاً واحداً لآلاف النسوة التي يعانين من التمييز بسبب قانون الأحوال الشخصية وفقاً لتأكيدات المراكز النسوية والحقوقية، لكن الانتقادات التي يتعرض لها القانون بدأت تطفو على السطح أكثر بعد أن وقعت فلسطين على انضمامها في اتفاقية سيداو. قانون الأحوال الشخصية المطبقة لا زالت تعتبر 14 سنة ونص للفتيات هو سن قانوني للزواج، هذا يعني أنه تزويج القاصرات مشكلة، طفلة تزوج وتنجب وهي لا زالت طفلة، هذه إشكالية كتير 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 كبيرة منعاني منها في قانون الأحوال الشخصية. كيف أنا شهادتي أمام المحاكم الشرعية شهادة تعادل ناقصة تعادل النصف، وبنفس الوقت في عنا قاضي شرعي امرأة ومأذون شرعي امرأة، يعني المأذون الشرعي افرض أنا بدها تعقد كراني، المأذون الشرعي اللي هي السيدة، وبنفس الوقت هي شهادتها نفسها إذا بدها تشهد على عقد زواج كامرأة ما بيجوز أو منقص. مش بس تغير في بعض النصوص أو تعطل بعض النصوص، لازم يكون في تشريع كامل اللي هو يكون منصف ويكون عادل. ووقعت فلسطين على الاتفاقية الدولية بدون أي تحفظ يذكر، أي أنها موافقة على كل بنودها لتصبح فلسطين مطالبة بموائمة تشريعاتها وقوانينها مع بنود الاتفاقية، لكن الأمر ليس بهذه البساطة خصوصا فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية. إحنا أمام معضلة، موضوع إنه هذا زي كأنه من المحظورات من القوانين اللي منخاف نمس فيها لأنه تحت حجة إنها هي مبنية على الشريعة الإسلامية. نحن على استعداد لموائمة كل التشريعات مع الاتفاقيات الدولية التي وقعنا عليها بشرط أن لا تخل هذه الموائمة مع أصول التشريع الإسلامي. خلال فترة بحثنا وجدنا تعارضا كبيرا بين قانون الأحوال الشخصية والمادة 16 من اتفاقية سيداو التي تنص على ضرورة اتخاذ الدول الأطراف في الاتفاقية جميع التدابير في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية على أساس المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة حسب النقاط الآتية: نفس الحق في عقد الزواج، نفس الحق في حرية اختيار الزوج وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل، نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه، نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين بغض النظر عن حالتهما الزوجية، نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها. للتعقيب على هذا الملف الهام معنا اليوم مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور عمار دويك، أهلا بك دكتور. أهلا دكتور. نبدأ بشكل عام، هل فلسطين ملزمة بتطبيق كافة بنود اتفاقية سيداو بعد توقيعها عليها دون أي تحفظ، وماذا أيضا يترتب على فلسطين؟ طبعا فلسطين انضمت بسنة 2014 لاتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمعروفة باسم اتفاقية سيداو، وهي اتفاقية عالمية مهمة قد تكون هي أهم اتفاقية تتعلق بحقوق المرأة. طبعا احنا انضمينا دون أي تحفظ
وهذا يعني يختلف عن توجه كثير من الدول العربية والإسلامية. أغلب الدول العربية والإسلامية تحفظت، حوالي 29 دولة من أصل 57 دولة من دول منظمة التعاون الإسلامي تحفظت على تحديدا على المادة 16 من سيداو، اللي هي بتتعلق بموضوع حقوق المرأة المتساوية مع الرجل فيما يتعلق بقضايا الزواج والأحوال الشخصية والمواريث. طبعا هناك دول برضو غير إسلامية تحفظت، دول إفريقية ودولة الاحتلال دولة إسرائيل تحفظت أيضا على المادة 16. إحنا انضمينا دون أي تحفظ، وهذا طبعا يعني أنه فلسطين ملزمة بإعمال جميع أحكام ومواد الاتفاقية، وهذا يتطلب منا أولا موائمة التشريعات والقوانين الفلسطينية بحيث تصبح يعني متسقة مع اتفاقية سيداو، وأيضا الإجراءات والسياسات وإزالة أي عقبات تحول دون مساواة المرأة والرجل في كافة الميادين، سواء في الحقل السياسي أو في الحقل الاقتصادي وسوق العمل أو في قضايا الأحوال الشخصية. اليوم نحكي عن اتفاقية سيداو ونحكي عن قانون الأحوال الشخصية والمدنية الفلسطينية، عم في تعارض كبير في هذا الموضوع، نحكي عن أبرز أشكال التعارض. طبعا قانون الأحوال الشخصية لسنة 76 هو قانون أردني وهو أيضا مطبق عندنا بفلسطين. من وجهة نظر الاتفاقية، قانون الأحوال الشخصية يتعارض بشكل كبير جدا مع الاتفاقية، تحديدا فيما يتعلق سن الزواج. الاتفاقية وأيضا اتفاقية حقوق الطفل ليس فقط اتفاقية سيداو، وهذا التوجه عالمي وهذا احنا طبعا ندعمه بقوة في الهيئة، انه سن الزواج يجب ان يكون يعني الحد الادنى 18 سنة. فلا يعقل مثلا انه الشخص لا يستطيع ان يقود مركبة او ان يحصل على رخصة قيادة او ان يصوت في انتخابات او ان يفتح حساب بنكي اذا كان عمره اقل من 18 سنة، لكن يجوز له ان يعني يتزوج وان يقيم اسرة. فاحنا مع رفع سن الزواج بحيث يكون الحد الادنى 18 سنة. الان في قانون الاحوال الشخصية سن الزواج 15 سنة. هذا تعارض كبير مع اتفاقية سيداو. التعارض الثاني موضوع تعدد الزوجات. تعدد الزوجات حسب اتفاقية سيداو يعتبر شكل من أشكال التمييز ضد المرأة من حيث المبدأ، وأيضا من حيث ما يترتب على تعدد الزوجات من أثر. التعارض الثالث اللي هو موضوع الحقوق المرأة فيما يتعلق بعقد الزواج. طبعا احنا حسب المبادئ أو حسب التفسيرات الشريعة الإسلامية السائدة عندنا وحسب قانون الأحوال الشخصية، الولاية والوصاية الولاية للرجل والقوامة للرجل، وبالتالي اتفاقية سيداو تقول انه يجب ان يكون هناك نفس الحقوق في يعني في نفس الحقوق ونفس الاثار العقد. مثلا اذا كان رجل يستطيع ان يطلق يجب ان تكون المرأة ايضا من حقها ان تكون لها قدرة ان تطلق تفسخ عقد الزواج نفس يعني هذا في تعارض في هذا الموضوع. يعني هذول ابرز وايضا موضوع المواريث. موضوع المواريث انه موضوع للذكر مثل حظ الانثيين، هذا ايضا يعتبر متعارض مع الاتفاقيه. الاتفاقيه تتحدث عن مساواه كامله. بعض احكام المواريث يعني من وجهه نظر الاتفاقيه انه فيها شكل من اشكال التمييز. بتخيل هذا يعني موضوع كثير يعني تحدي امام الفلسطينيين، كيف ممكن فلسطين فعلا توائم هذا القانون مع سيداو ومع ايضا كل هاي التعارضات مع الشريعه؟ يعني هذا طبعا هو لا شك تحدي، لا شك انه ايضا موضوع حساس لانه يتعلق اولا بالاسره وهي يعني اهم شيء، اهم مكون من مكونات المجتمع، وايضا يتعلق في موضوع حساس له موضوع يتعلق بالشريعه الاسلاميه ومكانه الشريعه الاسلاميه. موضوعين حساسين في المجتمع، خاصة أنه الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالأحوال الشخصية الكثير يعتبر أنه يعني هي أصبحت المكان الأخير للشريعة الإسلامية، وبالتالي أي هجوم على الأسرة يعتبر هجوم على المعقل الأخير للشريعة الإسلامية في تنظيم في القوانين وتنظيم المجتمع. وموضوع يثير جدل مجتمعي وجدل سياسي ليس فقط يعني في فلسطين بل في أغلب الدول العربية والإسلامية. الآن كيف التعامل مع هذا الموضوع؟ احنا مع التوجه الواقعي والبراغماتي في التعامل مع هذا الموضوع، وهذا ايضا ما تشجع عليه اللجنة حقوق المرأة او لجنة سيداو نفسها في الامم المتحدة، لانها تتعامل مع تطبيق الاتفاقية في سياقات ثقافية وسياسية متعددة على مستوى العالم، في دول عربية، في دول اسلامية، في دول افريقية، في دول يعني عندها ثقافات ايضا كثيرة. صحيح. ليس فقط يعني الشريعة الاسلامية، كثير ثقافات تتعارض أو فيها قد يكون تناقض ظاهري مع اتفاقية سيداو. فإحنا مع التوجه الواقعي وهو يقوم على فكرة أولا أن يكون هناك حوار ما بين العلماء أو فقهاء أو يعني المختصين بالشريعة الإسلامية،
وما بين الحقوقيين والقانونيين في هذا الموضوع. وهذا يعني الحوار مهم جدا، لأنه في كثير أحيانا من التناقضات هي ظاهرية وليست حقيقية، يمكن إزالتها من خلال اجتهادات تقدمية من داخل الشريعة الإسلامية. وإحنا يعني أنا شخصيا على الأقل قد لا يكون هذا توجه كامل الوسط الحقوقي، يعني بعض الزملاء الحقوقيين لهم وجهة نظر مختلفة، لكن أنا شخصيا يعني كعمار دويك، وهذا يعني يشاركني فيه كثير العديد من الزملاء في الهيئة المستقلة، إنه إحنا مع تشجيع أن يكون هناك اجتهاد، خاصة فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية لحساسيتها، أن يكون هناك تشجيع اجتهاد من داخل الشريعة الإسلامية لإزالة هذه أشكال التعارض ما بين الاتفاقية وما بين الشريعة. وحقيقة يعني أنا أؤمن بأنه الشريعة الإسلامية فيها من المرونة ومن الرحابة ما يتيح أن يكون هناك إمكانية لإزالة هذا التعارض. وفي تجارب عربية وإسلامية، وفي تجارب أيضا في بعض مثلا في بعض المجموعات المتقدمية، لكن في نفس الوقت يعني متوافقة مع الشريعة، في ماليزيا، في تركيا، وكتبوا وأعدوا دراسات معمقة حول هذا الموضوع. يعني ممكن الاستفادة من هذا الموضوع، يجب الاستفادة منه، لكن هذا مطلوب أيضا في المقابل، أنه الإخوة في القضاء الشرعي وفي أيضا في الإفتاء، ويعني خلينا نقول علماء الدين والشريعة، أنهم يكونوا منفتحين، لأنه بصراحة يعني هناك في صح الشريعة الإسلامية يعني واسعة ومرنة، لكن أيضا هناك في جمود حصل على الفقه الإسلامي، في إغلاق باب الاجتهاد، في انغلاق، في سيطرة تفسيرات محافظة جدا، والعالم متسارع ومتطور في كثير شغلات دخلت على الحياة كمان. هذا كلام صحيح، لكن في المقابل صراحة في هناك تحفظات كبيرة، في عقلية ذكورية تهيمن على التفسيرات الشريعة الإسلامية، في أيضا مقاومة لأي شكل من أشكال الاجتهاد، عدم انفتاح على الأفكار الجديدة، عدم انفتاح على العالم، في انغلاق، في تقليد لفقه القرون الوسطى، تقليد أعمى لهم بعض، أنا لا أعمم، لكن هذا موجود، وبالتالي هذا يجب إزالته. وأنا رأيي يجب أن يكون هناك انفتاح وحوار، لأنه فلسطين يجب أن توائم، وإحنا ملزمين أن نوائم، لكن مش ملزمين أن نوائم فورا، يعني العامل الزمن، لأنه متفهم موضوع المقاومة حسب الثقافة السائدة، اللي يكون هناك مقاومة لموضوع الموائمة التشريعات فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، هذا شيء متفهم وطبيعي، لكن الدولة ملزمة بأن تقوم بإجراء خطوات ويكون لديها خطة واضحة باتجاه الموائمة في هذا الموضوع. وإحنا بفلسطين يعني الموضوع صراحة لم يفتح بجدية حتى الآن، يعني هناك حديث سطحي، وما زال كل جهة تقف يعني خلف مواقفها التقليدية المعروفة. المطلوب كسر هذا الحالة وفتح حوار جدي ومعمق وصريح، ولأننا نعترف بأنه قانون أحوال الشخصية الموجود عندنا في فلسطين هو قانون قديم، يعني بحاجة إلى مراجعة جدية، في كثير من الجوانب تظلم المرأة، وفي مجال جدا لتطويره بشكل كبير جدا حتى ضمن مبادئ الشريعة الإسلامية. في التحقيق الذي أنتجه تلفزيون وطن يعني وأعده الزميل نزار حبش، يعني كان هناك تصريح لقاضي قضاة فلسطين الدكتور محمود هباش بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع في فلسطين وتسمع على كل الاتفاقيات الدولية، هل هذا الحديث برأيكم دستوري؟ يعني إذا بنرجع للمادة 4 من قانون الأساس الفلسطيني، تقول أنه الإسلام هو الدين الرسمي، وأن الشريعة مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر أساسي وليس المصدر الأساسي، والمادة 4 قالت مبادئ الشريعة ولم تقل الشريعة الإسلامية. هذا النص طبعا في فرق، طبعا يعني طبعا في فرق بين الشريعة ومبادئ الشريعة، وهناك قرار للمحكمة الدستورية المصرية في هذا الموضوع. اثنين، في فرق بين أن تقول الشريعة مصدر مصادر التشريع أو المصدر الأساسي للتشريع. النص القانون الأساسي الفلسطيني قال مصدر أساسي وليس المصدر الأساسي. هذا يعني حسب التفسيرات الفقهية والقضائية بأنه هو توجيهات من القانون الأساسي للمشرع الفلسطيني، بأنه لدى صياغة التشريعات أن يأخذ بعين الاعتبار أو أن ينظر إلى مبادئ الشريعة الإسلامية. هذا لا يعني سمو، أنا بقول لك تفسير دستوري، يعني هذا لا يعني سمو المبادئ الشريعة الإسلامية على القوانين. لا يستطيع شخص أن يذهب إلى المحكمة ليطعن في قانون ليقول أن هذا القانون يخالف المبادئ،
لكن المشرع هو يعني يشجع أن ينظر إلى مبادئ الشريعة. مبادئ الشريعة الإسلامية هناك أيضا اختلافات في تفسير ما هي مبادئ الشريعة الإسلامية. البعض يرى أن مبادئ الشريعة الإسلامية المقصد العام للشريعة، المقصد العام الخمسة الأساسية. البعض يرى أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي القواعد الكلية وليس القواعد التفصيلية، أو يعني مثل قواعد الأصولية أو قواعد الفقهية العامة، مثل مبدأ لا ضرر ولا ضرار، أو مبدأ أنه الضرورة تقدر بقدرها، أو أنه الغرم بالغنم، مبادئ عامة. فهذا هو التوجه الآن يعني في كثير من الدول العربية والإسلامية، فيها مصر اللي فسرت مبادئ الشريعة تفسيرا ضيقا وقالت أنه هذا ملزم للمشرع وليس ملزم للقاضي، بأنه المشرع يجب أن يأخذها بعين الاعتبار. لكن في المقابل هناك قرار صدر عن المحكمة الدستورية الفلسطينية، أنا رأيي هو قرار يعني خلط الأوراق، وكعادتها المحكمة الدستورية الفلسطينية دائما تعطي قرارات تفسيرية بحاجة إلى تفسيرات، يعني دائما قرارات بالأغلب التي تصدر المحكمة الدستورية الفلسطينية خلال تجربتها القصيرة أغلبها قرارات ملتبسة وتخلق من الجدل وتخلق يعني تخلق غموض أكثر من التفسير الذي المفروض أن تكون قد أتت به. فالمحكمة الدستورية أصدرت قرارين فيما يتعلق بمكانة الاتفاقيات الدولية من القانون الفلسطيني، قرارين متناقضين خلال فترة وجيزة. القرار الأول قالت أن الاتفاقيات الدولية تسمو على القانون الفلسطيني وهي يعني تطبق بشكل مباشر ولا حاجة لنشرها في الوقائع الفلسطينية. بعدين عادت وتراجعت عن ذلك وأصدرت قرار مناقض وقالت أنه الاتفاقية الدولية يجب أولا أن تنشر في الوقائع الفلسطينية وبالتالي يجد لها نفاذ مباشر، تتناقض نفسها. اثنين، يجب أن توائم التشريعات معها مع الاتفاقيات الدولية. وقالت أنه يعني هذه الموائمة يجب أن تكون بما يتوائم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني. فكأنه المحكمة الدستورية بتقول أنه وضعت تحفظ على الاتفاقيات الدولية، وطبعا التحفظ المحكمة لا تضع تحفظات، الدولة تضع تحفظات. الدولة عندما تنضم للاتفاقية تستطيع أن تتحفظ، لكنها طالما انضمت دون تحفظ فهي التزمت. لا تستطيع محكمة مهما كانت هذه المحكمة لاحقا أن تتحفظ على الاتفاقية. طبعا يعني حينما انضمت فلسطين لهذه الاتفاقية لم تكن في بالها كل هذه التفاصيل؟ يعني أنا لا أعلم بالضبط عندما تم التوقيع هل نظر أو هل أخذت هذه القضايا بالاعتبار أم لا، لكن على الأقل المستوى السياسي والمستويات اللي وقعت على الاتفاقية بتقول إحنا انضمينا ونحن جادين باتجاه الالتزام بما ورد في هذه الاتفاقية. صراحة إحنا الآن أمام اختبار، هل إحنا كان الانضمام هو انضمام علاقات عامة صحيح أمام العالم، أم هو انضمام فعلا ينبع من إرادة سياسية نحو التزام بهذه الاتفاقية. فبالتالي المحكمة الدستورية الفلسطينية أعطت قرار ملتبس، أنا رأيي هذا القرار يعني أسائلنا كثير لأنه تعرض لانتقادات شديدة وأظهر وكأنه هناك تراجع عن الاتفاقيات، لأنه القرار فتح مجال يعني إفراغ كافة الاتفاقيات الدولية من محتواها، وأيضا أعطى المجال لعدم التنصل مما ورد في الاتفاقيات الدولية، وبالتالي هذا يضرب مصداقيتنا بشكل كبير كفلسطينيين. لكن أنا رأيي حتى القرار التفسيري تبع المحكمة الدستورية يعني هو قرار استرشادي، لأنه في الآخر مشرع فلسطيني هو الذي يقرر ما هي القوانين. اليوم برأيك دكتور عمار شو الخيارات أمام الفلسطينيين؟ إحنا عم بنشوف الشرخ عم بيتسم بين رجال الدين وبين رجال القانون والسياسة فيما يتعلق بموضوع الشريعة وقانون الأحوال وأيضا اتفاقية صدر. أنا أولا أقول طبعا يجب أن يكون هناك حوار. اثنين، يجب أن يكون هناك ترتيب أولويات، يعني إحنا أيضا كحقوقيين الفلسطين ضمت لعدد كثير من الاتفاقيات الدولية، يجب أن نحدد ما هي الأولويات وأن يعني نضغط باتجاه تنفيذ ما هو أولى، أولى لك فأولى يعني. صحيح. الأولى فالأولى وهكذا. آه. فيما يتعلق بموضوع الأحوال الشخصية إحنا مع طبعا تعديل وموائمة كافة القوانين ما فيها قوانين الأحوال الشخصية، لكن أن يؤخذ بعين الاعتبار الحساسية الثقافية وبالتالي يكون هناك حوار وإمكانية تدرج، لكن لا يكون هناك مساومة، يعني أن لا يكون هناك تنازل عن مبادئ الاتفاقية الدولية. إحنا مع أن يكون هناك اجتهاد ونظر في تجارب عربية وإسلامية كثيرة موجودة الآن في ماليزيا في تونس في تركيا، يعني نظروا بعض العلماء يعني أصحاب يعني الأفكار المنفتحة على العالم نظروا من ضمن داخل الشريعة الإسلامية وأتوا بتفسيرات كثير يعني خلينا نقول تقدمية باتجاه المساواة.
أيضا إحنا عندنا مشكلة صراحة، يعني حتى أحكام المواريث الموجودة عندنا لا تطبق، يعني رغم أنه مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين، من ناحية العملية الأنثى لا تأخذ شيء في كثير من المناطق، يعني حتى هذا الحق اللي إحنا البعض يعتبره أنه يعني إحنا نعتبره غير متساوي لا تأخذ لا تحصل عليه. وبالتالي أيضا في تمييز ضد المرأة في كثير من الجوانب حتى في القوانين المدنية وليس في القوانين الشرعية، مثلا في التقاعد العام ما زالت المرأة تخضع للتمييز فيما يتعلق بحقوقها التقاعدية مقارنة بالرجل. وبالتالي يعني إحنا لازم على الأقل القضايا اللي فيش عليها خلاف لازم فورا تتعدل، نمشي فيها فورا. القضايا الخلافية أن يكون هناك عليها حوار جدي وبانفتاح من الأطراف، وأنه يعني صراحة إحنا ندعو يعني الإخوة في القضاء الشرعي أنه يكونوا يعني يفكروا بعقلية تخدم مقاصد الشريعة الإسلامية، اللي هي الشريعة الإسلامية جاءت باتجاه تحقيق المصلحة للجميع. دكتور عمار، سؤال أخير، يعني قديش برأيك مهم الإعلام أن يتناول مثل هيك قضايا؟ أنا رأيي الإعلام يجب دائما أن يتناول قضايا الجدلية والحساسة اللي الكل بتجنب يحكي فيها، وإحنا عندنا في نوع من المجاملات والطبطبة بثقافتنا أنه إحنا بنتجنب نحكي في القضايا اللي الأساسية والمهمة للمجتمع. وبالتالي هناك دور واجب على الإعلام أن يفتح جميع هذه القضايا للنقاش، وعلى أن يكون نقاشا مسؤولا مع أيضا مع الناس المختصين، وهذا موضوع مهم إذا اليوم ما ناقشناهوش راح نناقشه يعني غدا. صحيح. وبالتالي يجب أن نواجه هذه القضايا، مجتمعات عربية وإسلامية كثيرة واجهتها ويعني خرجت يعني حلول وترتيبات، خلينا ننظر لهذه التجارب بإيجابية والكل يكون يعني يتعامل بعقلية منفتحة. نعم، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور عمار دويك، شكرا لك على هذه المشاركة. تحياتي. شكرا جزيلا.